اهلا بيكم. شهر نوفمبر طبعا بدا معاه الشباب يستنوا البلاك فرايداي. معاك قرشين عايز تشتري بقى اي منتجات، سواء لبس، اجهزه كهربائيه، او اي حاجه لبيتك، تلاقي صاحبك كده الامين بينصحك دايما نصيحه يقول لك استنى البلاك فرايداي علشان توفر فلوسك وعلشان تشتري في تخفيضات كبيره، مش بس على مستوى مصر، بنتكلم على مستوى العالم. طيب زي ما بنشوف الصور كده ورايا، ازدحام في المحلات المختلفه بنتابعها في نفس الوقت ده من كل سنه، وبتتقسم لفريقين، فريق بينزل في الزحمه دي يشتري ويستفيد من العروض، وفريق تاني بيقعد يقول انتوا مضحوكه عليكم يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها عروض وتخفيضات بالشكل المعلن عنه اللي هو بيبقى كبير جدا. ولكن خلينا نقول انه سواء الفريق ده صح او الفريق التاني هو الاصح، البلاك فرايداي ليها تاريخ كبير جدا ومرتبطة بحدث تاريخي قديم هنحكي قصته مع حضراتكم في التغطية دي، استاذنكم تتابعوها الاخر. طيب بلاك فرايداي او الجمعة السوداء هو بيعتبر حدث علني من ابرز الايام من الناحية التجارية، بنتكلم في امريكا وفي اوروبا. بيوافق يوم الجمعة اللي بتيجي بعد عيد الشكر الامريكي، واللي بيصادف اخر يوم خميس من شهر نوفمبر في كل سنة، واللي زي ما بنتابع دايما بيتقدم فيه كل المحلات تقريبا خصومات كبيره جدا لكل عملاها. طبعا البلاك فرايداي يعني ليه قصه كده في البدايه، ما ارتبطش تعبير الجمعه السوداء يعني اول ظهوره بالاجازات طبعا عشان الناس تنزل تعمل شوبينج وتتسوق زي ما هو الحال دلوقتي، لا هو في البدايه كان مرتبط بازمه ماليه بتتعلق بانهيار سوق الذهب في الولايات المتحدة، تحديدا في 24 سبتمبر 1969. وقتها تعمد اثنين من رجال المال كبار جدا وكانوا يعني ذوي السمعة السيئة انهم يشتروا كل اللي يقدروا على شرائه من ذهب الدولة الامريكية، على امل يعني رفع الاسعار بدرجة كبيرة وتحقيق ارباح قياسية. في قصة كمان عن أصل بداية الجمعة السوداء، وهي القصة يعني الأكثر تداولا خلينا نقول، وهي متعلقة ببيعين التجزئة. بعد سنة كاملة من الخسارة تتحول المتاجر للربح في اليوم اللي بيجي بعد عيد الشكر، وقتها بينفق ناس كتيرة جدا على السلع المعروضة بخصومات، ورغم أنه التجار بالفعل بيحققوا خسائر يمكن كبيرة قبل عيد الشكر وأرباح بعده، إلا أنه يعني هذا الطرح خلينا نقول حول أصل التسمية مستبعد. قصة تانية برضو متداولة عن الجمعة السوداء وعن أصل التسمية اللي يعني بترجع لي خمسينيات القرن الماضي. الشرطة استخدمت في فيلادلفيا تحديدا هذا التعبير لتصف الفوضى خلينا نقول اللي بتحصل بعد عيد الشكر. بيتدفق ناس كتير جدا من اللي عايزين يشتروا من السياح على شوارع المدينة قبل ماتش كرة القدم الأمريكي اللي بتقام السبت من كل عام، وتحديدا سنة 61. قررت في الوقت ده المتاجر كلها في فيلادلفيا انها تغير هذه الصورة السلبية، فاطلقوا اسم الجمعة الكبيرة، ولكن جهودها ما نجحتش. من اليوم ده اصبح اليوم ده زي التقليد كده ثابت في امريكا، بتقوم فيه كبرى المتاجر، المحلات، الوكالات اجراء تخفيضات كبيرة جدا على منتجاتها، واللي ممكن توصل ل 90% كمان من قيمتها. وبعد ما تخلص الجمعة السوداء تعود مرة أخرى الأسعار تماماً كما كانت لسعرها الطبيعي. طيب حكايات بقى كتيرة جداً بتتقال عن أصل تسمية الجمعة السوداء، ولكن أول قصة هي يعني خلينا نقول الأقرب للصحة، واللي بتقول إنه اليوم ده مرتبط بأزمة اقتصادية كبيرة مرت بها الولايات المتحدة خلال القرن الماضي علشان يتوثق هذا اليوم من كل سنة وتنخفض فيه الأسعار بشكل كبير، وكمان يحقق فيه التجار مبيعات برضو مستفيدين، مبيعات كبيرة للغاية. ليه؟ نتيجة للإقبال والشراء من الجمهور بشكل كبير جدا طبعا. بالنسبة لنا بقى في الوطن العربي يمكن البعض بيتشائم من تسمية الجمعة السوداء، ولكن يعني هذا الوصف وصف باللون الأسود تحديدا طبعا غير ناتج عن أي كراهية أو تشاؤم. هذه التسمية ظهرت أول مرة سنة 1960 تاني من قبل شرطة مدينة فيلادلفيا اللي أطلقت هذا المسمى بسبب يعني الاختناقات خلينا نقول المرورية الكبيرة جدا، في ناس كتير وتجمهر كبير من الناس وطوابير طويلة قدام المحلات خلال هذا اليوم المعروف يعني هو بيوم التسوق، يوم الشوبينج يعني. فوصفت إدارة شرطة المدينة هذا اليوم بالجمعة السوداء وصفا للفوضى مش أكتر من كده، والازدحامات المرورية في حركة المرور والمشاة والسيارات يعني. بشاع برضو أنه ليه مدلول بيدل على التجارة والمحاسبة، بيدل على الربح والتخلص من الموجود في المستودعات. اللون الأحمر بيعبر عن الخسارة عكس ما يكون مفهوم للناس، الأحمر بيعبر عن الخسارة والعجز أو تكدس البضاعة
وكساد العمل. يوم الجمعة السوداء بيجي في توقيت مختلف من كل سنة، يعني مش توقيت ثابت، بيجي في اليوم اللي بعد عيد الشكر في أمريكا، وبيكون الجمعة الأخيرة غالباً من كل شهر نوفمبر من كل سنة. على سبيل المثال يوم الجمعة السوداء في سنة 2015 كان 27 نوفمبر، أما في 2016 فكان في 25 نوفمبر، وفي 2017 كان في 24 نوفمبر طبعاً، وسنة 2018 كانت الجمعة السوداء في 23 نوفمبر. عشان أفهمكم المسألة بتيجي إزاي، إحنا دلوقتي في شهر نوفمبر طبعاً وفي انتظار الجمعة السوداء أو البلاك فرايداي، وسواء وافقنا على العروض أو توقعنا أنها ممكن يعني يكون فيها شوية أخطاء مش حقيقية، لأنها يعني مفيش كلام ده حدث يعني خلى الشوارع في المتاجر أو برا المتاجر وفي مصر وبرا مصر يعني متكدسة بالتأكيد بالناس، وفي حركة شراء كبيرة جدا. بنتابع كمان كل سنة الإقبال الكبير جدا من المصريين على الشراء في اليوم ده. وصلنا للنهاية، نهاية التغطية. شكرا للمتابعة في كل الأحوال، وانتظرونا في المزيد. إلى اللقاء. شكرا للمتابعة.